السقيع يتسبب في خسائر بملايين اليوروهات في زراعة الفاكهة بالنمسا. انخفاض استهلاك الطاقة في فيينا بسبب الشتاء المعتدل وارتفاع الأسعار. إنقاذ 35 مهاجراً من داخل شاحنة محملة بالبشر. خدمة نزع المتفجرات تحصل على تقنية جديدة لمكافحة الإرهاب. استدعاء فرقة إطفاء في فيينا لنقل رجل مريض بوزن 180 كيلوغراماً. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تأثرت زراعة الفواكه في النمسا السفلى بشدة بفعل السقيع خلال الليالي الماضية، حيث تضررت الفواكه الشهيرة كالمشمش والكرز والخوخ والتفاحيات عموما. وبحسب شركة التأمين فإن الأضرار وصلت إلى 35 مليون يورو على المستوى الوطني، وتوقع الخبراء فشل كامل لمحاصيل المشمش في بعض المناطق. وأفادت أن نحو ثلثي مزارعي الفاكهة يعتمدون على التأمين ضد أضرار السقيع، وتشكل البداية المبكرة للغطاء النباتي خطراً وجودياً يهدد المزارعين في ظل التغييرات المناخية. انخفض استهلاك الطاقة في فيينا بسبب الشتاء المعتدل وارتفاع الأسعار، حيث انخفض الغاز بنسبة 20% والتدفئة بنسبة 10%، وأدى ذلك إلى توفير حوالي 80 يورو للأسر المتوسطة، ويرجع ذلك إلى درجات الحرارة المعتدلة في الخريف. وتم تسجيل انخفاض في استهلاك الكهرباء بنسبة 3.8%، وتستخدم فيينا الكتلة الحيوية بشكل أساسي في أنظمة التدفئة، وتعتمد على المضخات الحرارية الكبيرة والطاقة الحرارية الأرضية والميثان الحيوي لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. أعلنت الشرطة في كلاغنفورت عن إنقاذ 35 مهاجراً عثر عليهم داخل شاحنة، حيث ترك سائق الشاحنة التركي المهاجرين محبوسين وهرب. المركبة كانت تحمل لوحة أرقام بولندية وسارت في مسار خطأ على الطريق السريع، وتسبب ذلك في تدمير إطاراتها واشتعال النار في بعضها. وبعد مرور 7 ساعات على الحادث تم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا يعانون من البرد وقضوا أكثر من 70 ساعة داخل الشاحنة دون إمدادات، وهم من بنغلاديش ونيبال ومصر، فيما تم اعتقال المهرب التركي. حصلت وزارة الداخلية في النمسا على نظام جديد للحد من الانفجارات التي تصل إلى 8 كيلوغرامات من مادة TNT دون حدوث أي أضرار. ويتم نقل المتفجرات باستخدام عربة ثقيلة تحتوي على كرة فولاذية، وتم تطوير هذا النظام بواسطة شركة ديناسيف السويدية، ويستخدم روبوت خاص لنقل المتفجرات بعد الانتهاء من العمل، ويتم إزالتها بشاحنة خاصة. ويعمل 25 عنصراً من قوات الشرطة ASD التابعة للوحدات الخاصة بمقرها في فيينا، فيما تبلغ تكلفة النظام الكامل ما يصل لمليون يورو. قامت فرقة الإطفاء والإنقاذ في فيينا بنقل رجل يبلغ وزنه 180 كيلوغراماً إلى المستشفى، وذلك بعد تعذر نقله بشكل طبيعي. وقع الحدث الخميس الماضي، حيث استدعيت الفرقة لنقل المريض عبر سلم البناء إلى الشارع، ثم نقلوه إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات فيينا. وقد تعرض الرجل البالغ من العمر 60 عاماً لأزمة دماغية في حوالي 9:30 مساءً، ولم يتمكن فريق الإنقاذ وحده من نقله، ولكن تم ذلك بمساعدة فرقة الإطفاء. وقانا الله وإياكم شر السمنة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي، عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونلقاكم الثلاثاء بعد عطلة عيد الفصح. إلى اللقاء.